جدا سعيدة في حضوري بينكم. طبعا أنا دكتورة إيمان مطر، رئيسة علاج طبيعي في المنطقة الصحية الرابعة، مسؤولة قسم علاج طبيعي في مركز أحمد علي كانو. جدا سعيدة في التعامل وأداء من عبوري، يعني الويدرات وجمعية الويدرات الخيرية لها أفضال وجهود عظيمة في المنطقة، والحمد لله في تعاون مشترك بيننا وبينهم وبين المركز في وجود يعني أعضاء يعني من الجمعية، بعد زملاء ويانا في المركز أمثال الأخ جيهان مسؤولة البحث الاجتماعي في المركز. طبعاً أنا ما بزيد على اللي قلت أخوي واللي قاله رئيس الجمعية، وأتمنى لهاي الخطوة تتليها خطوات كثيرة. العمل التطوعي أو العمل الاجتماعي أو العمل بشكل عام هو المفروض يكون جزء وعطاء ممتد للإنسان من صغره إلى مماته. أنا أشهد وأشكركم أنتم يا أهل الويدرات ويا جمعية الويدرات اللي تساعدون الشخص على أنه يستمر في العطاء. يعني عن جد يعني أنا دائما أقول إيد واحدة ما تصفق. الشراكة المجتمعية جدا مطلوبة بيننا، العمل الاجتماعي بعد مطلوب، دور الجمعيات، دور المواتم الحمد لله. يعني إحنا بعد تخطينا خدماتنا الصحية في المركز وصلنا إلى جمعيات، وصلنا إلى مماتم في المنطقة، مأتم الزهراء أتذكر، مأتم الغريب، هذين كلهم صار لنا دور بعد هناك فيهم توعوي. طبعا هذا كله عمل جاد، كله هذا عمل شو اسمه، وقل اعملوا وسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ومشكورين ويعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله هاي أول خطوة، يعني هو أوريدي قال خطوة تدوها خطوة، والحمد لله يعني إن شاء الله القادم بيكون أفضل مع جمعية الويدرات وياكم أنتم بعد يا أهالي القرية وأهالي المنطقة كلكم، ويعطيكم ألف عافية. مشكورين.